من اول ما اتكلمنا معاكم على فكره انه عرض من نادي النصر السعودي لكريستيانو رونالدو، كان الموضوع بالنسبه لي في اطار الفانتازيا، يعني كان او في اطار البروباغندا، يعني ما كانش في تخيلي ابدا انه الصفقه دي ممكن توصل لمحطتها الاخيره، وانه رونالدو يوقع بالفعل النادي النصر السعودي صفقه هتغير بكل ما تحمله الكلمه من معاني شكل وطبيعه كره القدم، مش في نادي النصر بس، يمكن في السعوديه ويمكن في المنطقه العربيه، وخصوصا بعد العروض القويه جدا اللي قدمتها المنتخبات العربيه، السعوديه وتونس والمغرب في بطوله كاس العالم الاخيره. الصحفي علي المرشود، الصحفي او الناقد الرياضي بجريده الرياض السعوديه، والمقرب جدا الحقيقه من نادي النصر السعودي، معانا على التليفون، نرحب بيه طبعا، نقول له مساء الخير واهلا وسهلا بيك على شاشه الاهلي. بشكرك على مشاركتك معنا في السادسه، اهلا وسهلا. مساء الخير اخوي احمد، امسي عليك وعلى جميع متابعينا في مصر الحبيبه. يا اهلا وسهلا السادسة. يا اهلا وسهلا، سعداء بيكم، سعداء بالكره السعوديه. خليني انتهز المناسبه يعني اهني الكره السعوديه على المستوى المحترم اللي ظهرت بيه في بطوله كاس العالم الاخيره، حقيقه منتخب قدم كره مشرفه جدا، واعتقد ده يمكن يكون انعكاس لتطور شكل مسابقه الدوري المحلي في السعوديه في السنوات الاخيره. الله يطول عمرك يا احمد، وان شاء الله قريبا نحتفي ان شاء الله بوجود اقوى المنتخبات الافريقيه، منتخب مصر اشتقنا له كثير. ان شاء الله باذن الله. خليني اكلمك بقى على صفقه سي ار 7 اللي بقت حديث العالم كله، كواليس كتير بالتاكيد عندك ليها علاقه بالصفقه، قدره اداره النصر السعودي على اقناع النجم العالمي كريستيانو رونالدو بالانضمام، مين كان يعني المحرك الرئيسي للصفقه زي ما بيقول؟ اول شيء يعني انا ابارك لنفسي وابارك لكل العرب طبعا، الصفقه اليوم صفقة أعظم لاعب على مستوى العالم، هي ليست تخص المملكة العربية السعودية، أكيد أنها تخص الدول العربية في الدول قارة آسيا بحكم انتماء المملكة العربية السعودية، تخص العالم العربي بشكل كامل. هذه الصفقة هي بالنسبة لي أنا شخصيا تعتبر من أثمن الصفقات وأعظم الصفقات التي أبرمت في تاريخ كرة القدم السعودية. ما في شك لاعب بقيمة وحجم كريستيانو رونالدو هي تعتبر قيمة فنية إضافية وتسويقية وإعلانية بشكل كبير جدا في دوري روشن للمحترفين. اسم النصر والدون والدوري السعودي الحقيقة كان في الأيام القليلة الماضية في محركات الترند العالم، سواء كان على مستوى جوجل، على مستوى اليوتيوب، على مستوى تويتر، على مستوى فيسبوك، على مستوى تيك توك، على مستوى انستغرام. صفقة لها أبعاد جميلة جدا أخوي أحمد للكرة السعودية عامة والنصر على وجه التحديد. في اليوم بلحظات أصبح نادي النصر من الأندية المشهورة على مستوى العالم، وهذا أمر طبيعي جدا. يعني لك أن تتخيل عدد المتابعين في الانستغرام في نادي النصر قبل إعلان الصفقة بشكل رسمي لم يتجاوز العدد 800,000 متابع. اليوم الأربعاء تتحدث عن أكثر من 7 ملايين متابع انضم للإنستغرام. ناهيك أيضا عن إعلان نادي النصر في تويتر عن الصفقة، وصل عدد من تابع الموضوع التغريدة أكثر من 76 مليون، هذا عدد كبير جدا لم يسبق لأي نادي في المملكة العربية السعودية ولا حتى الخليج ولا حتى المستوى العربي انه يكون. انا معاك تماما في انه كم كبير جدا من الفوائد هيعود على نادي النصر بشكل مباشر وعلى الكره السعوديه بشكل غير مباشر، لكن يهمني اعرف التفاصيل، ازاي يعني تمكنتم من اقناع، خلينا نتكلم على لاعب واخد البالون دور 5 مناسبات، حقق كل الالقاب، عنده مشوار مع عدد كبير جدا من الانديه في اكبر الدوريات، اليوفنتوس واليونايتد والريال، ازاي تمكنتم، ايه كلمه السر في اقناع كريستيانو رونالدو بالقدوم للمنطقه العربيه واللعب في الدوري السعودي؟ شوف اخوي احمد، انت يمكن تتفق معي والكثير من المتابعين في مصر الحبيبه يتفق معي على انه اليوم احنا في المملكة العربية السعودية اليوم الدعم الكبير اللي تلقاه الرياضة السعودية على اختلاف الالعاب، على اختلاف الالعاب اليوم الدعم الكبير من قبل الدولة، من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي الامير محمد بن سلمان، الدعم الكبير هذا اتاح للاندية في دوري روشن للمحترفين
اتاح لها الفرصه لان تتعاقد مع مثل طينه هؤلاء اللاعبين. يمكن في عام 2018 2019 حضر لنا احنا في المملكه العربيه السعوديه في انديه الهلال، انديه النصر، انديه الاتحاد، انديه الاهلي سابقا قبل هبوطه لدوري يلو، انديه الشباب، حضر لنا عدد من النجوم اللي شاركوا في نهائيات كاس العالم في روسيا. لذلك انا ماني مستغرب اليوم وجود صفقه كبيره بحجم كريستيانو رونالدو، حتى وان البعض اثناء المفاوضات في الفتره الماضيه كان البعض يشكك للاسف الشديد في قدره نادي النصر على اتمام الصفقه. اليوم رجالات النصر واكيد مثل ما ذكرت لك قبل شوي. سيد علي خليني اسالك برضو، هل وجود كريستيانو رونالدو على قوه نادي النصر جزء من خليني اقول برنامج او من رؤيه للقائمين على الكره السعوديه؟ انه يبقى في مثلا انه يكون سفير لملف سعودي مشترك في تنظيم بطوله كاس عالم، انه يكون في فوائد ثانيه غير الاستفاده المباشره من وجوده ضمن لاعبي فريق النصر. اكيد اخوي احمد، وحتى ممكن يكون سفير لملف المملكه العربيه السعوديه في 2027 في استضافه نهائيات كاس اسيا. أيوة. اللي اعلن بشكل رسمي. ايضا سيكون بحسب حديث الاستاذ مسلي المعمر رئيس مجلس اداره نادي النصر بالامس قبل الاحتفال او قبل تقديم الاسطوره البرتغاليه، ايضا اشار الى انه سيكون هناك فوائد كثيره جدا خارج الملعب، وايضا ستثر استثمارات عاليه جدا، وايضا سيكون هناك افتتاح عدد كبير جدا من الاكاديميات على مستوى النشأ، لانه اللاعب اليوم كريستيانو رونالدو ما هو لاعب فقط، هو ذكر بالحرف الواحد الاستاذ مسلي وقال انه لن يكون الهدف من التعاقد مع هذا مع كريستيانو رونالدو فقط بطوله او تحقيق نتيجه فوز في مباراه، لا، التعاقد مع الكابتن كريستيانو رونالدو لها ابعاد كبيره جدا. واحنا بدانا نلمس حقيقه على ارض الواقع هذا التعاقد مع الكابتن كريستيانو رونالدو، اسم بحجم الاسطوره كريستيانو رونالدو قيمه اضافيه للرياضه السعوديه، وسيساهم في خلق صوره ذهنيه مميزه عن دوري روش المحترفين. طبعا ده ما فيش شك فيه اكيد. طبعا طبعا خليني اعرف في تفاصيل التعاقد، لانه في بعض التقارير قالت انه قد يكون النصر بالنسبه لرونالدو محطه انتقاليه، يعني هل في بنود التعاقد ما يسمح لي بفسخ التعاقد او العوده مره ثانيه للدوري الانجليزي وتحديدا لنادي نيوكاسل يونايتد؟ هذا الكلام غير صحيح، جملة وتفصيل، هذا الكلام غير صحيح. مدة التعاقد سنتين ونص مع أو سنتين ونص، سنتين وست شهور مع الكابتن كريستيانو رونالدو، وعلى فكرة من خلال أمس حضوري أنا شخصيا للحفل، أنا شفت الارتياح الكبير سواء كان للاعب كريستيانو رونالدو وتفاعل الجماهير الكبير جدا اللي حضر في ملعب مرسول بارك، بالإضافة إلى ارتياح عائلة الكابتن كريستيانو رونالدو عندما رددت جماهير النصر والحاضرة في الملعب اسم العائله، وانت تعرف المشكله اللي صارت مع الكابتن كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد وعدم تقدير النادي الانجليزي لظروف اللاعب عندما توفي لاحد اطفاله في الفتره الماضيه. يعني لذلك انا اشوف في ارتياح كبير جدا، حتى حديث اللاعب وحديثه مع الجمهور بالامس وارتجاله للكلمات كانت بسيطه لكن كانت بمعانيها كبيره جدا على مستوى الجمهور وعلى مستوى جمهور النصر. اليوم كريستيانو رونالدو اصبح تحول الحلم الى حقيقه. صحيح. وجهه نظري الشخصيه ماني مستغرب في المستقبل القريب او المستقبل البعيد، لست مستغربا من حضور لاعبين بقيمه كريستيانو رونالدو، لكن بالنسبه لكريستيانو رونالدو ما في شك يعتبر حلم لكل الانديه مو فقط في المملكه العربيه السعوديه حتى على مستوى اوروبا. ولا تنسى اخوي احمد انه حتى اللاعب صرح في المؤتمر الصحفي في الامس وذكر بانه تلقى العديد من العروض من استراليا، من افريقيا، من البرازيل، من امريكا الجنوبيه، لكنه اختار العرض النصراوي لقناعه تامه جدا لانه يريد ان ينقل صوره وتجربه جديده له في قاره اسيا على اعتبار ما حقق طيله مشواره في ال 20 سنه الماضيه من الكثير من الالقاب الفرديه والجماعيه مع الانديه اللي شارك فيها، ولذلك هو يامل في تحطيم الارقام على مستوى قاره اسيا ومساعدة نادي النصر على وجه التحديد في العودة مجددا لتحقيق البطولات المحلية أو حتى على مستوى آسيا. مبروك على النصراوية، احنا في مصر هنا بنقول عليها ضربة معلم، ألف مبروك على نادي النصر وألف مبروك على الكرة السعودية.
وعلى فكره اخوي احمد يعني حتى اكون صريح وصادق، النصر ما هو غريب عليه، النصر تحديدا ليس بغريب عليه التعاقد واحضار اللاعبين النجوم. انا شخصيا اتذكر مثلا حمادي العرقبي تونسي، كيتينو البرازيلي، ستوكشوف البرغالي، خوليو سيزار ظريفي، دينيلسون البرازيلي، احمد موسى النيجيري، حسام غالي من مصر اعتقد واحد من اهم النجوم للبس وتيشيرت النادي النصر. اكيد طبعا اكيد الكابتن حسام غالي، كابتن حسني عبد ربه، كل هؤلاء اللاعبين كانوا قيمه كبيره جدا، حضروا من انديه كبيره جدا على مستوى العالم. صحيح. وايضا اصبح لهم يعني اسم كبير جدا، ولا يزال على فكره جمهور النصر يتذكر هؤلاء الاسماء يعني بخير. بمناسبه نجوم النصر، خليني اسالك بعد الاعلان عن صفقه كريستيانو رونالدو، هل سيرحل فينسنت ابو بكر ومشاريبوف عن صفوف النصر السعودي؟ الحقيقه احنا تعرف احنا في الدوري السعودي اخوي احمد انه قائمه اللاعبين الاجانب لابد ان تكون تمائل الى المسجل لكل فريق. طبيعي ان النصر سيتنازع عن احد اللاعبين، اما ابو بكر. انا في وجهه نظري الشخصيه كلاعب كمنتخب هو لاعب كبير جدا وقائد منتخب الكاميرون، لكن بكل امانه لم يظهر حتى الان بالمستوى الفني المعروف عنه. لكن حتى هذه اللحظه لم يتحدث واضحه. وان كان انا وجهه نظري الشخصيه انه اللاعب الاوزبكي جلال الدين مشاريبوف هو اقرب الاسماء التي سترحل في فتره الميركاتو الشتوي من نادي النصر. مره ثانيه ببارك للاشقاء في نادي النصر، ببارك للكره السعوديه على صفقة انتقال النجم العالمي كريستيانو رونالدو كده.